حيت ما سيت ما تاع قبل كيدوا مثلا مع كرازي هولندا اصغنا سيتي تاع حاف الزيوان نعقل داك كيدوا مواني فيديو ني ديسكو مثلا سفيان السوق مزغن غان المعاناه تتعانى اللي نيت مثلا خ ايش حاجه بسيطه شي حاجه طم مزيان توها الا وهي المراحيض فيسايس طواليت كاين انت من هنا تكملا اصغنا السوقي وذان تبدا تسوق يعجبو سند الحار يعني غادي تخدم خاوان سن تبدا تقز الغروب رغم المعاناة ثم يعني ماشي الحال وني انت معليش ولكن ازمن ارمي ازمن السوق بنان بيت المات ولكن جيت نتبلع تلخم شحال زكوامي مات المقصود ما نفهمش اقصد نخدم ذي السوق شو السوق ذاني تا نهار الجمعة ويتعمى شمار جن كمية طم مزيان تم خيضان وها ناقص سي جوما مين توارى له ناقص بيت الماث يعني مرة نقول الإمكانيات باش بنادم هاديك بيت الماث المراحيض الرسمية سو زرو تسيان شو صغيرين شي ناقص ديك المراحيض متنقلة بنادم يتفى بعد يقطع حاجة النص يتكعدو وكل شي فرحان مسائل بسيطة كنت بنان بيت الماث ثمن هنت بنان والله يحفظ يعني من غير يحدوها بعض المسرايين يعني تقسم في الكور بنادم ما تيزار الشتاني تاتي تجي في مورا مباري خزاغ في مورا نسيت وراه مسرايين صفار راح نصوت تجي توري حاجه شنو هني طم زيانت حاجه طم زيانت وها يعني تجي مزيه في مزيشات ما فهم ديني عيب عيب وعار ومس قايمه يعني انت يعني التنديد اصغر غير التنديد التنديد وتقمر التواليتيات ما فهم ديني حشومه قاع شوف اقصدها تواليت تفرق الحجر شيرد بيت الماء تواليت هاي الزن في مغاري نقي الحجر نفكسنا تكون مرضى توار وجهون زوا اي ثمات نخوة هاني هن قرار خصوة من غدرة واني هاني نشين حاجة تعفنت بالعكس نشي ناري في يعز خان خصوة الطاس ونشوة جيبوذ ميس مزرغان واتشي خبوذ ذاك ريقعة ظريفي زي ذو ثزاغين ولأنه تبوز المشكل مش ظريفي يعني أي منطقة ماني مات تستاذ يعرفها مني كمر مارا تهم ياي ويتكسي خاص بورينو مش هو التصير فينا ماني مارا يعني يا زني اختي بغاي خاصة لأن جد جروبا مش تسلم كني والتصم بغاي إذا بدأت قد المشهود تسلم بغاي الصرف بغاي نعم تخيا يا زن فيني ديوسين يعني زي مواثن زي الجيل الأول الجيل ويستنايم ديوسين يعني وادوي 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 انت كيسنت واش ان الباجاج يعني نتغوري يعني اخ شن الامكانيات يعني باش استمر نتغزات خدمتي داني تسستي دي نسنت دي بيت الماث دي بيت الماث قلت جم جهود لهم قانو صاب بانت هاو نسنت يعني سجن الحرقة خاريف ما راني خدمت داني يعني باش اني دي بيت الماث وجبوا رعيب وجبوا رعيب وانما كانت يعني ما تسيان غير مقدار من الثمانيات فارقيت قيت مس ديال يعني شنو النخر بدا الشن خارف بدا بقى نتفكى هذه مواثن هو خاقش يعني الرفاهيه وكلشي يعني اي حاجه تهزت موجوده ولكن الشين تغير بدا ديري فيا استفور النخ خارف مش داو مني والسمات نخني يعني فين نتا ويدا تقز يعني سجن تعب سجن مش قهوش قهوش مور ذا عفان ولكن واخا مني سعيش نتاون سنتاني تاس سعيش نتاكي سنتاني في مثل نيخ من فاميليا سنتي عارف ولكن نازو نازو ونتمنى خني غير لازم انظار نيخ نتسراش نحاش خطماه هنا خاد خص فارح مش نوص السوق ني يعني هما نخصو فيها نسمى دران تمسرايين يعني تصبح لي نسوى الطاس خص هذه الخوضات الطري وخاشين وزمات نشمني الطري ذاني تا يعني شنا يوم بصحتكم بصحتكم تاجي واحد الطاس حار من توريت مثلا خديني قدر مليح من خساني نسوى وراء وهو ان انا شي ناس ثم النخ ثاني شويه غزات وتقيم يتبدوا هاني غتعقب غد فا المسؤولين خصو خدمه شويه خدمه نسل وفي مثلا خساني تيز جروب ما راه خصا انا نشجع شويه في المخ ديالي عارف ونتورى شي حاجه تما تنيني تنيني المقصود الزيت فقط وهو عارف النخ يعني غزات نوا هذا نيتا تيف اخشو دونك تحيه السانيتا تيف ما مارا دي يعرفني خديت مواحد ماني متجن
وحتى المسؤولين سيخ في السنة قشدهم يعني مثلا يجب باقة السانيتاتي الخاص يكني، ولكن كاين شويه تيجي مجهود راه مزيان واجين الشين واجين الشين قان الشين بالله نهار في باراق شو خانا زدنا صغير ما ظنك وانزمع ها الله غالب وانزمع وانما نازو اي ثم مثلا خميثنا انتوارا ديني هي انتوارا اي ثم مثلا خفاح شويه تبع ذا ابسط الامور صاحبي بيت الماء هاكا هادي هي المسؤولين وكزغن الخاص بد ما كيسن كيف مثلا كماسن بيت الماء النصح المهم ايث مثلا في الخيام اللي يزاو من ديج الدور هذا بعد هذه السوق وخا السوق اللي غاو مويعم بهم اللي حنار شي حاجه طم مزيان تو عشان اسلم القباني ما حتى في الدين قاش ما تجي اسلم وفي غدا يجوا مثلا قاش يجن وقيدون لا مغربي انت الناس ديال العيون العيون وجده المهم خدمين راس ده نصوا في سلايمي راس ده صلاة دي ماروك أربعة إير 95 فواكه مجففة هنا نجيز الدورة الثانية تاتي الأثمان قد سمنج وفصل الإقبال ذا نتاع فصل الإقبال ما شاء الله ذا غاس أربعة المواد تي مغربي ناخذ شطه الزيتون ديال غزال الزيتون غزال الزيتون عصير او شي خرات التزاد فيني زين الاثمنه نسخه خصنا سنج الاثمنه هذا سنج انا هذا تما ولكن حتى تونس الهريسه تونس الهريسه تونسيه نوض الوطن قلبي خلاص بدي العطريه مارة دوحة بحلاوة رقاقة نقوم ذا الأثمنة الزيتون يعني تقني تحت 100 غرام شو الزيتون سي الفرا رومين شي عما سي الفرا رومين شو الشاش شو كيسو مش صورة تقني شفت شنو هي يما وغاستي بسريني مارة هذا سودي هادشي زوين اخويا شكرا الحريرة موجودة حتى هي الله اكبر الحريرة بحال انت في العيون صح العيون الشرقيه الله اكبر صحتك اخويا بارك الله فيك هي موجوده بالرهم واش كتمشى بزلافه ولا ب باكيه باكيش بحال زلافه واش شحال كدير لنا الحريره الحريره في سبيل الله قال لك غير اشرب كرامه كرامه اقوم الزيتون يا الزيتون العيون شحال كدير الزيت زيت الزيتون شحال محمد؟ زيت الزيتون هذاك نص سيترو 7.5 7.5 نص سيترو خصوصا من العيون العيون واو خصها حريات يا عماريك لي لي قدو حين امو حريات الشرطة تمغربشت في الزنوزة شوف انا غاسل اقبل دانيتي ناني قوية ناس نعاودين نوني ناس الفواكه مجففة دانيتي ثلاثان قدو حين زيتي ناس 5 يورو كل الجمل يحسن الكرموس شحال كيدير اخويا؟ الكرموس كدير 8 يورو الكيلو الكرموس 8 يورو التمر هذاك اللي حداه؟ التمر المجهول كدير كاينه مره 20 مره 18 مره 12 داكشي على الكاليتي وهذا النهار شحال؟ هذا النهار 18 هذا النهار 18 يورو هو هذا اش كنقولوا له الثغيه اش كنقولوا له؟ هذا سميتو القرقاع القرقاع شحال الكيلو؟ القرقاع ديال الشيلي القرقاع ديال الشيلي قال الشيلي لايت شوف كي داير تبارك الله القرقاع ديال الشيلي شحال كيدير الكيلو؟ هذا كيدير 25 25 يورو الكيلو تبارك الله الله اكبر الله اكبر ها اللوز اللوز ديال كاليفورنيا اللوز ديال كاليفورنيا شحال كيلو؟ 12 12 يورو الكيلو نعم انا في هذه الجهه هذه كاين شي حاجه كيدير هنا ولا لا؟ المغرب؟ لا الزيتون وصافي لا الزيتون شحال كيدير الكيلو؟ الزيتون مفروغ دابا ها دابا دابا انت كتبيع بحال الهولندي ولا داكشي كتقول 100 غرام 100 غرام وداكشي ولكن
شحال 100 غرام كاين تما يروح 75 ياك 100 غرام كاين يروح 75 كاين 22 الفروق روحنا الحاجه اللي بغا. والله لا منورنا هنا من شكرا احسن تمثيل. شكرا ها بارك الله فيكم. السلام عليكم. شفت الناس قشطه قينوا اليوم هنا المهم مازال كيجيو فوتو السادس وراه ديس من علاش لا قشيناش اوليف ان مور جرموني جرمومي جرمومي. تحياتي خويا روح ان شاء الله بارك الله فيك. شايف ما هنا ما شايف ما شي مشكل راه هانت دي هولندا مشكل سير خاصه الوقت هذا زكوا سوا لي سير ما جديد والو هاد الكاو حق خوري لي سوخ خوري لي السنه ولكن يعني الناس اللي مرات وريت هاد الكزغره راه السنه تلقى يموت هادو ما كنت فراهم في البرايز اوفر خوري لي سوخ كوستات سيف فايف تخن سادينس ستة ستة سبعة ايرونس هذا ما تلو وين دايزه؟ هاكا دي؟ يا؟ وين تشبيري؟ 6 يورو 2 كيلو 6 يورو 2 كيلو 10 يورو ثانك يو اش بليف اوه قشي هو دونزا يا هو دونزا المهم قشنا الثاني تاعو قيدونا رزا ذاني تامين غاز تبع الاثمنة سبانة دقة وش الشكل هذا؟ انا غاسل الاثمنه مش المغنيت يمكن ما هي سبيسيال بيولوجي شو هذاك 3 يورو 90 كيلو يا اخي شوف شوف تعالي فهم اخي يعني ما رامي راس داني تما يعني ديس البطاطا اللي في الخضره في مارا يعني في مغادي خليني نشوف مغادي يعني طبيعي وهذا يسمو لانغرين خاصني نحش سمين زيت لي الثمن نص شويه يغراق الثمن البطاطا عادي نخ شي نحش نغنيت خصنا الخزا دير بسروه رو صدقنا سي 2 ايرو 2 ايرو كيلو 2 ايرو كيلو لا ورخيص المهم مصور شويه الجو السوق وهذا اللي تفتح شنو هذا شو سوق شي وانا تست مزيخ شو خاص سيخ شي ايتما غرم دبغرة من هنا المهم شقا تصور شويه المناظر شكل الاجواء سيزي هولندا واما جيت من الخضار من ليس ما نقص لا عارف من بغيتي هما نحسن خاصة هما يخزرها من لي سلمان الجديد عاد كواند عاد زير بحال نخل المنظر اللي نتني فيه من تحت انا مو تكنت نحس الصور نتني فين الصور نتي زير خانشت والمنظر اللي شتي تشوق خصوات سي دير الجنود ولكن فقط نعرف الموضوع اني المسؤولين خصها تهيلنا شويه تهيلنا شويه دي المستضعفين يوداني خدام لي تقل مجهود نسن باش هذا تخدم الخاوة نسن هذا داوين داوين قاع من حوايج المواطنين غير سواق مارة خصا باش نفكان شويت باش نقدام الظروف حتى كسين تاع شوشة بكان واهل اخ شيخ ثاني تغايج تقيلون تبقى مزيان تنيج ومثلا افريكانو اثيوبيا اثيوبيا حبشة حبشة عم نستمر بان اي واحد يعني يمارس التجاره بكل حريه واي طبخ ايش اثيوبيا ايش يا فتشتيت انجارا 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 يا ديكس فان تيبس فان اونزيت اه موي كي اي تدريم بفار بلايف ات ني دي تخبون زي يا بيفار هير فور بيفار دي سوبرمانتير سبوزيت از يو بانكوك يا يا مثل كتاريس اوف مثل رنت فليس مثل لامس فليس ايت يا موي شلون تبغى خمان الماكله خاصك تلقى باب جنة موي هاكا امان سيت مويات جميل هاكا امان اوكي هذا يتما سويت ما الزوم وياخذ بونزا مستوره منزا
واخا يمنا لواحد القنزه وادعكم خذوا مين اي فما المسؤولين خذ السير خوز غنار ولكن حتى زغنان ما يسمح كيدير الحقيقه ولكن زغنان خاصه انا جبنا السوق ما نيش بنا وكير بيت المثيات ما كنا قيم الجيت نتبلعان ما يمي ما نعرف ما زرضم كنيو يعني الدرجه يعني خميت على ثاني تقاع شو غتجيبوا الزوارق كنيو السوار وهنا يعني كنا نسفق شويه باش نفق مريض نخوا تاخش كاميرا توفسون زاد ومال ولكن واخا يا بنات وكم تسيورك اي مثلو المهم ارداني تا تحيي كنيو مارا وتحيي خيت ما ماني مات ندي يعرف نخبار يعرف وشجع ما كذو مو خ سفيان اخ المجهود اخيت قمار راه هذه كنيو والسلام عليكم.